في الدياجونال كانونيكال فورم في عندي ديستينكت بولز. كل فاهم شو يعني ديستينكت بولز؟ اذا جيت على الاس بلين عندي هاي بول هاي بول هاي بول، هذول ديستينكت بولز الفاليوز تبعتهم مختلفه. ريبيتد بولز عندي بول ارسمهم بهذا الشكل بس حتى يبينوا انهم ريبيتد، يعني عندي نفس البول، ممكن يكون نفس البول مكرر بالسيستم. فالترانسفير فانكشن يكون فيها مثلا اس بلس بي 1 تربيع، فبكون عندي تو بولز من هون. لو كانوا تو بولز زي هيك لحالهم شو بنسمي هذا السيستم؟ اذا عندي سيستم زي هيك في تو بولز فوق بعض كريتيكالي دامت، هذا كريتيكالي دامت سيستم. بولز التنين فوق بعض بالضبط، فهذا كريتيكالي دامت. بعد تغير بسيط وبعدين بتحولوا ل تحولوا ل اندر دامت او اوفر دامت. فعندي هون الريبرزنتيشن اللي حكينا عنها لحد الان كانت الدايجونال كانونيكال فور. والدايجونال كانونيكال فور كان عندي A بيساوي ماينس لامدا 1 ماينس لامدا 2 ماينس لامدا او لامدا لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 لحد لامدا n، وعندي هون زيروز وهون زيروز وهذا كله هون زيروز. وعندي السيميلاريتي ترانسفورميشن حتى احول من كنترولبل كانونيكال فورم لدايجونال كانونيكال فورم، كان عندي 1 لامدا 1 لامدا 1 سكوير لحد لامدا n to the n minus لامدا 1 to the n minus 1. فكاني اخذت هون الايجن فاليو حطيت هون 1 وبعدين ربعته وظل ارفعه لقوه لحد ما يوصل n minus 1. هذه هون كم رو لازم تكون؟ n. فلما بديت في 1 اللي هي لامدا 1 to the 0 بنتهي في لامدا to the n minus 1. وبعدين هون نفس الشيء بناخذ لامدا 2 لامدا 2 تربيع لحد ما اوصل لامدا 2 to the n minus 1. واخر شيء هون راح يكون لامدا n to the n minus 1. وهذا هون عندي 1 وهذا لامدا n. هاي الترانسفورميشن اللي هي p اللي هي x بتساوي z بتساوي p في x، بعوض p بتعمل ترانسفورميشن من كنترولبل كانونيكال فورم للدياجونال كانونيكال فورم. لكن المشكله عندي ممكن سيستم يكون فيه ريبيتد بول ما يكونوش ديستينكت، فبالحاله هاي ما بقدر اعمل له ريبرزنتيشن في الدياجونال كانونيكال فورم. فمضطر بهاي الحاله هاي طبعا الترانسفورميشن اللي بتحول من الكنترول من 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 اي كانونيكال فورم للدياجونال كانونيكال فورم. في حاله الجوردن راح يكون عندي بولز لامدا 1 مثلا لامدا 1 لامدا 1 بعدين فرضا لامدا 4 لامدا 4 بعدين لامدا 5 لامدا 6 لامدا n. شو يعني هذا؟ معناها عندي 3 ريبيتد بولز لامدا 1 لامدا 1 لامدا 1 2 ريبيتد بولز لامدا 4 لامدا 4 وبعدين عندي لامدا 5 لامدا 6 لحد ما اوصل لامدا. فالبولز هذول ريبيتد وهذول ريبيتد، ما بقدر اعمل نفس الارينجمنت اللي عملتها هون. بالحاله هاي بتكون عندي A بتساوي راح ابدا هون لامدا 1 لامدا 1 لامدا 1 وراح يكون عندي هون 1 وهون 1 وهون 0 0 0. فعم اكرر لامدا 1 نفسها، بعدين بصير عندي او نفترض عندي لامدا 4 نفس الشيء، بحط لامدا 4 هون ولامدا 4 هون وبعدين بكون عندي هون 1 0 وبعدين بكمل من هون لامدا. هذه لازم تكون 6 وهي 7 لانه 1 2 3 4 5 6 7. فبكمل عندي لامدا 6 لامدا 7 لحد ما اوصل هون لامدا n. هذا 0 0 0 0. فالاختلاف الاساسي بين هذا الفورم وهذا الفورم لانه هون في عندي ريبيتد بولز، ايش اضطرينا نعمل؟ ما بقدر احط لامدا 1 لامدا 1 لامدا 1 واحط هذول زيروز، فبحط لامدا 1 لامدا 1 لامدا 1. حطينا خط هون عشان نحدد انه هذول كلهم ريبيتد بولز، فوق كل واحد من اللامدا 1 اللي مكرره بنحط هون 1. نفس الشيء هون عملنا لامدا 4 سميناها، واضح ليش سمينا هذول لامدا 4 هذول سميناهم لامدا 1؟ الكل فاهم؟ ليش هذا سميناها لامدا 4؟
انه في قبلها ثلاثه بس هذول هم متشابهين فما لها معنى اني احط لامدا 1 لامدا 2 لامدا 3 هم نفس القيمه فبحط لامدا 1 لامدا 1 لامدا 1 بس هذا ضل الرابع ولامدا لامدا 6 لامدا 7 وبالحاله هاي البي للسيميلاريتي ترانسفورميشن بتختلف فبتكون فرضا في الحاله هاي 1 لامدا 1 لامدا 1 سكوير لامدا 1 كيوب هاي اول وحده زي ما كانت هناك هلا بعدين هاي باخذ بشتقها فبتصير عندي 0 و 1 بعدين عندي بصير هون لامدا لامدا 1 هلا هون 2 لامدا 1 2 لامدا 1 وبصير عندي بعدين هون 3 لامدا 1 سكوير الى اخره وبكمل بنفس الطريقه بعدين برد باخذ لامدا 4 فبكون عندي 1 لامدا 4 لامدا 4 سكوير لامدا 4 كيوب بعدين باخذ 0 1 2 لامدا 4 3 لامدا 4 سكوير وبعدين البقيه بكونوا زي ما كانوا هناك فبكون عندي 1 لامدا 6 لامدا 6 سكوير او لامدا 7 6 مظبوط 6 لامدا 6 كيوب 1 لامدا 7 لامدا 7 سكوير الى اخره بتكون هاي اللي بتحول لي للجوردن كانونيكال فورم بالحاله هاي مش حتى هم في الكتاب مسميها هو اس حتى يميزها عن بي اللي هناك بس هي نفس الشيء راح تكون زد بتساوي اس في اكس هون عندي زد بتساوي بي اكس بتساوي بي في زد اكس بتساوي اس محل اكس بحط اس زد او محل اكس بحط Thank you.